للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من غازي عنتاب الكاتب والمحلل السياسي السيد حافظ قرقوط. مرحبا بك أستاذ حافظ. في ظل التصعيد العسكري على المناطق المحررة ومقتل 6 مدنيين اليوم بهجمات للنظام وروسيا، كيف تقيم احتمالات نجاح العملية السياسية التي تريدها موسكو؟ تحية لكم أولا مشاهدي الرافدين الكرام. يعني بتوقع أنه ما زال الأفق مسدود أمام أي حل سياسي، وكل ما يجري عبارة عن مسرحية لتمرير الوقت بشكل أو بآخر على ما يبدو. يعني كل المعركة على الأرض السورية أصبحت ومنذ فترة ليست قليلة لا تهم الشعب السوري، لا تعنيه. يعني أخذ قرية من هنا أو مدينة صغيرة من هناك أو شارع من تلك المرحلة، كل هذا لا يعني. يعنينا الدم النازف، لكن كلها تفاصيل بعيدة حتى عن منال تغيير هذا النظام. النظام موجود آمن في دمشق، هكذا يتصرف، ولا يهمه إن قتل بقية الشعب السوري جوعا أو بلا دواء أو عطشا أو بالكيماوي أو بهذا الشيء. وعلى ما يبدو المجتمع الدولي يخلو حتى الآن من جهات ضامنة أقل ما يمكن لمستقبلنا الإنساني على هذا الكوكب. منطقة الشرق الأوسط كانت شاهدة منذ لا يقل عن 18 عام أو 20 عام على أن الكرة الأرضية لا يوجد فيها رجال دولة، إنما تسير نحو ظلامية أكثر. لا يوجد أمان، يستطيع أي شخص أن يلتهم شعبه بالدم والبارود ولا أحد يحاسبه، طيب وهذا كيف خطر على تقيم مستقبل أستاذ البشرية. حافظ؟ وهكذا مستقبل العملية السياسية في سوريا هي ترتبط بأنه لا توجد قرارات دولية جادة. مع عدم وجود قرارات دولية جادة، لقاء المعارضة السورية مع وزير الخارجية الأمريكي في عمان، إلى أي مدى يمكن أن تنعكس على موقف المعارضة والحل الذي تريده؟ يعني لا أعتقد أن هنالك تطورات ستكون مفصلية حتى هذه اللحظة. على ما يبدو فهي إجراءات بروتوكولية ليس إلا، أو ضمن مصالح الآخرين وليس ضمن مصالح الشعب السوري. القضية السورية لا تحل بلقاءات بل تحل بقرارات، والقرارات عندما تكون جادة ستذهب بالجميع إلى جنيف ليوقع النظام تنازله عن السلطة، ونذهب باتجاه حكم انتقالي لا علاقة لا للمعارضة ولا للنظام بها بشكل عام. كما ينص جنيف هو حكم ذا مصداقية من الشعب السوري. أعتقد أن اللقاءات، يعني منذ أن كانت السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية والتي تساعدت في تشكيل مجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي لا يقل عن 125 أو 130 دولة، الآن لا نجد منهم أحد سوى هذه الابتسامات حتى على ببعض التصوير الفوتوغرافي لا أكثر. أعتقد أنها ضمن هذا الإطار تأتي هذه اللقاءات لصالح السياسة الدبلوماسية الأمريكية وليس لصالح الشعب السوري. مع اعتراف موسكو بمقتل عدد من جنودها بقصف أمريكي في سوريا، إلى أي مدى ترى أن الأمر أصبح الآن مواجهة أمريكية روسية على أرض سوريا؟ يعني أعتقد نظام موسكو لا يختلف عن نظم الشرق الأوسط بطبيعتها الدكتاتورية، ولا يهم إن مات منه 5 أو 10 أو 100، لا يكترث. يعني بوتين يتصرف كأي زعيم دكتاتوري، وللأسف بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كنا نأمل لهذا الشعب في الشرق أن يتجه نحو الديمقراطية ونحو حقوق الإنسان، لكن على ما يبدو أعاد تكريس الدكتاتورية بشكل أو بآخر. والنظم الدكتاتورية لا تهتم كم قتل من جنودها، أو لا يوجد برلمان أصلا يحاسب بها أو معارضة تستطيع التصدي لها بشكل حاسم في الشارع. فهو يعتقد المعارضة كما كل دكتاتوريات العالم. أعتقد بجميع الأحوال أن هنالك ليس تصادم، والروس غير جادون بأي تصعيد مع الأمريكان. الأمريكان أخذوا عقوبات صارمة على كثير مسؤولين روس الفترة الماضية، وأعتقد أن الرقم حتى الذي اعترف به الروس هو رقم قليل، فالرقم أكثر من 100. أعتقد سيد حافظ، نتحول إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون إلى أنقرة، كيف تقرأها؟ يعني لابد أن تقتنع الغرب كله جميع الأحوال أن المساحة الجغرافية التركية والدبلوماسية التركية وموقع تركيا المشرف والمطل والرابط بين 3 قارات بشكل عام، يعني هي مطلة بين أوروبا وآسيا، وهي المنفذ باتجاه العالم العربي. ما أقصده أي المنفذ البري الوحيد باتجاه إفريقيا لاحقا بعد سوريا. أعتقد بأن هذا وإطلالتها على البحر المتوسط طبعا أو بقية البحار يجب أن يدركه الغرب، بأن التعامل مع تركيا يجب أن يكون جاد وواضح، وعدم تخلي الآخرين عن مصالح تركيا، وهذا أيضا بالتوازي، وخاصة أن تركيا عضو الحلف الأطلسي. أعتقد بأن المرحلة القادمة الأخوتنا الأكراد فهموا
لعبها خطأ، اعتقدوا بأن الفوضى قد تجري لصالحهم، لكنهم لم يتعلموا الدرس كما العرب، لم نتعلم الدروس التاريخية بأن نكون وقود لمصالح الآخرين حتى آخر لحظة ثم ننتهي إلى لا شيء، وهذا ما سيحصل. مع هذه الزيارة وما بعدها، ما احتمالية أن تكون هناك ربما مواجهات تركية مع القوات الأمريكية التي تساندها بالطبع ميليشيا البيادة؟ لا أعتقد أن يعني أمريكا تدرك حجم ومكانة تركيا، وأيضا تركيا ليس لها مصلحة في التصعيد أكثر من ذلك، هو تصعيد جزء منه دبلوماسي، لكن لنتذكر أن الدولتين أعضاء بحلف الأطلسي بالنهاية وتحت مظلة هذا الحلف، وبالأخير وهنالك قواعد على امتداد تركيا. أعتقد بالاستراتيجيات هذا تصعيد إعلامي يراد منه أن نصل إلى اتفاقات ما، لكن بالأخير لن تشتري بعض التنظيمات الكردية أو غير الكردية أمريكا بشكل نهائي، وتترك دولة ضخمة وممتدة الأطراف والإشراف كتركيا، هذا أعتقد بالنتيجة، وشريكة في الحلف الأطلسي. أعتقد هي نوع من نعم، بعض واضحة الصورة. التفاصيل على الحدود ليس أكثر. شكرا لك أستاذ حافظ قرقوت، كنت معنا من غازي عنتاب الكاتب والمحلل السياسي.